مناظر رغم أنفه للكاتب عبد الجبار المدوري هي رواية نشرت في أواسط التسعينات، وكنت أسمع بهذه الرواية التي وقع تناولها في السر، ولكنها لم تصل إلى يدي إلا في أواسط الألفينات. مباشرة بعد خروجي من السجن كتبت الرواية هذه، وفي الفترة هذيك في فترة أواسط التسعينات تعتبر من أحلك الفترات في مجال انتهاكات حقوق الإنسان في تونس، وخاصة في مجال السجون، حيث أن السجون في تونس عرفت أوضاعا لم يسبق لها مثيل في تاريخ تونس، بما فيها تقريبا حتى في الفترات السابقة، لأنه السجن في الفترة هذيك علاوة على الاكتظاظ وعلى المعاملة السيئة كان ثم تعذيب نفسي معناه بشكل رهيب. لكن اللي يهمنا نحن في الحياة الثقافية هو كونه ثم معارضة لسلطة بن علي والنظام بن علي في المجال الثقافي، في الحياة الثقافية. في الإطار هذا، في الحياة هذه العامة، مرحلة استبداد وسلطة فردية، وفي الحياة الثقافية معناها فما اختناق كبير، معناها ظهرت كتابات جديدة، ظهرت وجوه جديدة، ظهرت أسماء جديدة مقاومة في الساحة الثقافية، في الساحة الأدبية والفنية بصفة عامة. لذلك أتت هذه الرواية، وهي من أولى روايات أدب السجون، ترجمة حقيقية تخبر عن حيثيات هذا المجتمع وهذا التضييق على المثقف وعلى السياسي الذي يريد أن يمارس قناعاته السياسية في عهد بن علي في التسعينات تحديداً، إذ الرواية صدرت سنة 1995. ظهرت رواية رغم أنف في الظروف هذه، وكنت الحقيقة الغاية، الفكرة الأساسية اللي نحب نوصلها من الرواية هذه هي أولاً نكشف أوضاع السجون في الرواية هذه، والحاجة الأخرى نحب أن نعطي نوعك النبرة الانتصارية، لأن المناظر ينجم ينتصر على الجلاد، وأن إرادة الصمود يمكن أن تنتصر على إرادة القمع وعلى إرادة الاستبداد. الرسائل في الرواية كانت واضحة، وكنت أعرف منذ البداية بأن هذه الرواية لا يمكن بأي حال من الأحوال نشرها في ظل الاستبداد. منذ البداية كنت أنوي كتابة رواية وليس سيرة ذاتية، لذلك خلقت شخصية جابر، وشخصية جابر هو مرماجي يعمل في شانتي مرمى في ظروف صعبة، لم يتمكن من النوم، خرج يتفسح فرأى مجموعة من المناضلين أو مناضلين يقومان بتوزيع المناشير، فدفعه فضوله للتعرف على ما يقومان به، فمن سوء حظه أو ربما من حسن حظه أنه وجد نفسه أنا في معركة سياسية لا ناقة ولا جمل له فيها. هذه الملاحقة لجابر هي ملاحقة وجودية، بمعنى أن هذا الرجل الذي مع الفجر يستقبل بشرا جديدا وأملا جديدا ورؤية جديدة، حقيقة استقبل نضالا جديدا، ولكن سيدفع ثمنه غاليا. أهم حاجة في اعتباري وتقديري هو أن عبد الجبار المدوري معناها خرج له تجربة سجنية، عن الحياة السجنية، عن التعذيب، عن الممارسات كذا، خرج ذاته، هو خرج تحاول أن يتمل معنى التجربة يوظفها لكتابة الأدب، ولكنه وضع بطلا آخر. البطل هو مواطن عادي، ما هوش مناضل سياسي، ما عندوش علاقة بالحركات السياسية. شخصية قريبة منك جابر، ترى في أبيك أو في عامل أو في جارك أو فيك أنت، نحن هذا الإنسان الذي لم يأخذ قراراً سياسياً ليكون مناضل، فجأة وجد نفسه في النضال كأم ماكسيم غوركي، أخذ الحياة بقوة
ودفع بأمله إلى أقوى، لأنه لم يتحمل صدمة الفجر مع عتمة الليل في السجون. ربما اخترت بطلا ليس له انتماء سياسي واضح، بطبيعة الحال أولا لتقريب الرواية من القارئ، ولتبيان وأن القمع يمكن أن يطال أي إنسان، لأن القمع الكبير هو ليس مسلطا فقط على المناضلين وعلى المتسيسين وعلى المنتمين للأحزاب وغيرهم، بينما هناك القمع الحقيقي هو المسلط على الشعب. تعرف أنه كل وراء كل مناضل سياسي قضية، وراء كل مناضل سياسي عائلة، وراء كل مناضل سياسي معناه محيط كامل، محيط اجتماعي كامل. والقمع في الحقيقة جابر من خلال شخصية جابر أردت أن أبين وأنه الضحية الحقيقي من النظام الاستبدادي هو الشعب. أو أول مرة ظهرت في رواية رغم مناضل ورغم أنفي سند في مارس 1995 في نسخة سرية، وكنت دائما أحاول أن أنشرها بطريقة معنى قانونية، لكن الإيداع القانوني في ذلك الوقت كان يمنع المنشورات إلا عندما إلا معنى بشرط مرورها عبر وزارة الداخلية. لذلك عولت على نفسي، وفي تلك الفترة بدأت تظهر التقنيات الطباعة المنزلية صح التعبير، الحاسوب والآلة الطابعة التي يمكن شراؤها والاحتفاظ بها في المنزل، وبمساعدة بعض الأصدقاء أمكنني الحصول على حاسوب وعلى آلة طابعة، وبدأت أتدرب على الكتابة باللغة العربية بالرقم على باللغة العربية. وكان الأمر صعبا في البداية، كنت أكتب تقريبا بمعدل صفحتين أو ثلاثة في اليوم، وأقوم بإخراج بطبع ما أكتبه، ثم بعد ذلك أقوم بتجميع الصفحات وتلصيقها. كانت العملية صعبة، ولكن كنت تقريبا أني في الأسبوع أتمكن من صناعة 10 أو 20 كتاب. عندما خرج من السجن كان متأكد أنه ربما لن ينشر هذا الكتاب مطلقا، نقل التجربة، ولكن والحمد لله استطاع أن يطبع الكتاب وينشره في السرية الحقيقية التي عاشها باعتباره مناضل في حزبه، نقلها في الكتابة، طبعه تحت السرية ووزعه تحت السرية يد بيد مناضل بمناضل. في الحقيقة تجربة تعاش، إذن مناخ عجيب من الكاتب أن ينقل تجربته الذاتية المخيالية الروائية ليست سيرة ذاتية إلى الورق، ويعيش تجربة أخرى أن يطبع ويوزع في السرية. أعتقد أن هذا نضالنا فارقي. رواية عبد الجبار المدوري لم تنشر كبقية الروايات، هي على هذا الشكل، يعني منسوخة وغلافها من الورق المقوى، وسميت الكتب المنشورة على هذا الشكل بأدب الفلاجة. فهذا الأدب معناها فما حركة الفلاجة، أدب الفلاجة، فهو أدب فلاج، فالشخص اللي يكتب فلاج، والكتاب مفلج على السلطة، وطريقة الطباعة فلاجة، وطريقة التوزيع والنشر فلاجة، كلها فلاجة، أدب فلاج معناها هذه. وكلمة أدب فلاجة معناها عبد الجبار المدوري أدب فلاج، وأيضا سمير تعملة وسي جلول والسيدة رشيدة، جماعة رابطة الكتاب الأحرار معناها هما اللي محتضنين ظاهرة أدب الفلاجة، وعملنا حتى ندوات حول أدب الفلاجة. وكنت أنا الذي أقوم بإخراج الكتب، وأقوم بإعطائها إلى بعض الأصدقاء الذين لا يخافون، هم أغلبهم مناضلون ولا يخافون من البوليس السياسي، وكانوا يقومون بترويج هذه وتوزيع هذه الرواية في الأوساط التي يكون فيها نوع من تواجد مكثف للمناضلين، بحيث لا يمكن البوليس السياسي أن يتدخل، وكانوا يبيعون بطريقة سرية ويواجهون بطبيعة الحال
قلاقل البولي السياسي. نذكرها في اتحاد الجهوي في بن عروس، فما وقت والله نسيت شنية تظاهر بالضبط، كانت فما وقتها حفلة البحث الموسيقي وهزيت وقتها معناها كونتيتي معينة وبعت الحقيقة، فما كانوا برشا بيعوا الكل معناها وكل بعت وبقوا شوية حاجات ماك تعرف ترانسبور معناها من المروج وقتها وللتونس يلزم واحد في الترانسبور الكل لهنا وقتها بحث ستيام القدي ونهج يوغوسلافيك اللي تحرق المركز هذاك الكل وقت توقفت غادي ديجا وحل الساك وقت كنت هذا كل ولقى الرواية متاع منظر رغم أنفك وقتها كانت عشوية بالسبت وذكرها كما تو وقت فما بارتي بين الكلوب والإسبيرانس والبوليسيين يحبوا ما يمشوا يتفرجوا أما لقوم كي شافوا الرواية أنديري أنا حسيت إحساس وقتها قلت يخلقوني معناها هذا قنبلة لقوني مفخة نفسي باش نفرق عشان لحبي فرقيمة ولا شني عليك المعاملة وكل كلام وكل القمع وكل حسيله خرجوني كان يعني يحرز الماتش هو اللي خليني معناها نخرج سينو يمكن أنا تعديت على شنو على مناظر رغم أهمك على رواية عبد الجبار المدوري ونفس الشيء خاطر عبد الجبار يعرفه مناظر في حزب العمال الشيوعي التونسي انت من ليك عبد الجبار وش مدخلك فيه وعلاش وهذه معناها هذه كتب يقرا فيها العباد كي مشيتي رجعتي لربي كان خير. التعذيب الذي ورد في كتاب عبد الجبار المدوري مهما كان مهما بلغت قسوته وشدته فهو لا يمكن أن يستوي مع الواقع لأن الواقع أشنع واقع التعذيب أشنع وما مورس على عبد الجبار المدوري وعلى عبد المؤمن بلعانس وعلى الأسماء لا تحصر ولا تعد من كل الطيارات القومية والإسلامية واليسارية والنقابية والطلابية وكل فئات وكل التوجهات السياسية في البلاد التونسية مرت بالتعذيب كل بدون استثناء ممكن تساترة ما تعذبوش. تقريبا كل المشاهد التعذيب التي ذكرت في مناظر رغم أنفه هي وقعت في تونس، ليس هناك أي شكل من أشكال التعذيب هو من محض الخيال، كل التعذيب الذي وقع مورس على جابر هو إما مورس علي أنا شخصيا أو مورس على أشخاص أنا متأكد بأنه مورس عليهم من خلال الحكايات التي سمعتها في السجن من خلال مخالطتي للمناضلين، لكن الخيال في الجانب الخيالي في التعذيب هو أنه ربما تعامل الشخصية مع هذا التعذيب لأنه التعذيب لنا يولي مضاعف يعني جابر يقع تعذيبه بشيء لم يقم به وبشيء ليس مقتنعا به بنسبة 100% ربما هذا هو الشيء اللي الجانب الخيالي في الله لكن كل أشكال التعذيب التي وقع تصويرها في رواية رغم أنفك هي مشاهد حقيقية. شيء مرعب أن نقرأ عن التعذيب الذي كان يمارس ضد المعارضين وضد من تكون ضده أدنى شبهة الانتماء لحزب معارض يعني مثل حزب العمال الشيوعي أو حزب النهضة أو أحزاب أخرى معارضة. النظام السابق لم يكن يقبل سوى بالمعارضة الكرتونية. في الحقيقة القارئ المناضل لا يصدم لأن الصدمة عاشها في عائلته، يعرف أنه لديه سجين ويعرف ويلات الوصول وتنقل السجين من سجن إلى سجن ورحلة العذاب حتى أن تعرف سجينك أين يمكث. الصدمة الحقيقية هي الجرأة على السجن، الجرأة على كشف السجان الحقيقي، ليس الذي يمسك آلة التعذيب بل ذاك الذي يديرها بنظام أو بهاتف أو بجرة قلم كما يقال. فيودع البطل السجن وهناك ينقل لنا عالم السجن،
يعني هو عالم فيه أيضا من الظلم وفيه من يعني من الاعتداء أيضا. وتعرف هناك إلى شخصية محمود، ومحمود هو المناضل يساري استطاع أن يعلم جابر القراءة، فيتمكن جابر من فك الحرف وأعاد كأنه أعاد تأهيله للحياة من جديد. فينطلق يصبح جابر شديد التعلق بمحمود وبأفكار محمود. في الرواية محمود يمثل الوعي السياسي، جابر يمثل الوعي الجنيني أو الوعي الشعبي، وعندما يلتقي الوعي الشعبي بالوعي السياسي تكتمل الصورة متاع النضال وتكتمل الصورة متاع التحدي ومتاع الصمود. ما كان ينقص محمود وجده في جابر، وما كان ينقص جابر وجده في محمود، وتبدأ ملحمة من المعارك داخل السجن من خلال أضربات الجوع، من خلال حتى العصيان، من خلال أعلان المطالبة بالحقوق. إذن علاقة محمود بجابر في الرواية هي علاقة نسج النضال. إذن كل الرواية مرتبطة باللفظة الأولى المناضل، كيف يخلق أشباه ونظائر. ربما لا يستطيع جابر، ولكن محمود يستطيع أن يبلغ لجابر ما يمكن أن يخفيه عنه. أثناء الوجود في السجن أيضا يحدث العصيان، وهذا العصيان ربما هو الذي كأنه صورة مصغرة للتمرد الموجود في شخصية التونسي مهما كان وضعه، يعني سواء حتى داخل السجن. يعني الإنسان يعني لديه أسباب للتمرد، أسباب نفسية قوية للتمرد. المشهد الذي يصور ثورة المساجين داخل السجن هو أولاً ليس مشهد خيالي صرف، لأنه وقعت داخل السجون التونسية حتى في فترة بن علي، وهذا سمعته من المساجين السياسيين، بعض إن صح التعبير الانتفاضات أو الاحتجاجات داخل السجون، رفض المساجين لبعض التضييقات، مطالبتهم بحقوقهم. ولكن ربما في الرواية أني ذهبت بهذا الاحتجاج إلى أقصاه، حيث يتم الاحتجاج والتظاهر والاجتماع ورفع الشعارات داخل السجون. وكانت الغاية من ذلك بطبيعة الحال وكما قلت سابقا إبراز الجانب النضالي، جانب الصمود، إظهار أن هذا الجلاد مهما تجبر ومهما استبد فإن لابد وأن يكون هناك دائما شموع قادرة على إضاءة الطريق، وهي مستعدة لأن تحترق لكي ينتهي هذا الاستبداد ويقع التحقيق معنا المجتمع الحر، المجتمع الذي يتمتع فيه الإنسان بجميع حقوقه. هي الرواية رغم أنفك هي رواية إجمالاً، هي رواية سياسية اجتماعية، بمعنى أنها تتعامل أن الموضوع الأساسي متاعها هو الشأن العام، بمعنى أنها تنقد النظام السياسي وكذلك تنقد النخب أيضاً، تواجه نقد النخب، تواجه نقد الإعلام مثلاً كيف يتعاطى مع ظروف الاستبداد، تواجه نقد حتى للمناضلين في حد ذاته الذين تخلوا عن النضال أو الذين يواصلون النضال ولكن بأشكال ربما لا تتوالى مع واقع المرحلة. إذن الشق اليساري هل حافظ على وحدته، على نضالاته الأولى التي خلقت لتصنع هذا العالم الفاضل، تصنع ثورة العمال أو الشيوعية المنظمة التي نحلم فيها بإنسان فاضل وكرامته، هل هي حقيقة على أرض الواقع؟ أعتقد أن تجربة جابر السجين أعطت فرصة لعبد الجبار المدوري أن يراجع بعض تنظيمات الحزب، بعض التمشيات لهذا الحزب، الذين حادوا عن هذا الحزب ودخلوا في السلطة ودخلوا في النظام، إذن بين قوسين وربما أصبحوا آلة من آلاته، وبين الذي لم يدخلوا في النظام ولكن ربما خياراتهم السياسية لا تلائم الطموح المناضل الحقيقي الذي أعطى حياته. أكثر الكتاب يتخفون وراء يعني أعمال روائية،
الكاتب يأخذ كثيرا من نفسه، يغرف من ذاته ليكتب حتى عن الآخرين. أحيانا هو يرى نفسه في الآخر فيكتب عنه. نحن نشعر ونحن نقرأ جابر أننا جابر، تشعر أنك تريد أن تكون جابر. نحن لن نكون اليوم، ولكنك تريد أن تكون. أنت إذن تقدر الظرفية التي كتب فيها عبد الجبار المدوري. أحياناً اللغة المباشرة تكون أكثر نفاذ للوصول إلى المتقبل، واللغة أيضاً حتى المصطلحات العامية، وقت لم عندما يقول المرماجي ويقول أنه ينقل مصطلحات السجن، اللاريا والكونتينا والكرفي وهذه المصطلحات التي يقع تداولها داخل السجن، فلا نستطيع أن والشمبري أيضا لا نستطيع أن نغيرها بكلمات أخرى. أحيانا تكون الكلمة العامية أكثر عمق، أكثر نفاذ في شخصية القارئ، أكثر تأثير في شخصية القارئ. وكنت أتحدث عن الأشياء بأسمائها، كل من يقرأ الرواية يعرف بأن هذه الرواية تونسية، وأن التعذيب تونسي، وأن الجلاد تونسي، وأن الضحية تونسي، وأن النظام هو نظام بن علي وليس نظاما آخر. في الرواية يعني حوارات شيقة، وهي مكتوبة بطريقة سلسة، كأنها لغتها يعني تقترب من اللغة اليومية، قريبة جدا من الشخصية التونسية، وقد تصلح أرى أنها تصلح للسينما، كأنها كتبت بمخيلة سينمائية. فمن خلال معرفتي بعبد الجبار المدوري وزوجته المناضلة نجوى الرزقي، يعني تعرفت على عائلة أو أسرة صغيرة يعني تعيش في أوضاع سيئة للغاية. يعني هي حاملة للإجازة في اللغة العربية للأستاذية في العربية، وهو أيضا جامعي، ومع ذلك كان غير قادرين يعني على العمل. يعني أذكر حتى نجوى كانت منعت حتى من مواصلة العمل في معمل الطماطم في جهة ويد الليل، وقع منعها، فلذلك كانت تبيع الخضر مع في سوق ويد الليل. هذا يعني شيء مؤثر جدا، يعني كانت المتاعب، يعني رغم ميلهما للفكاهة والدعابة والتحدي، ولكن كنت أرى معناتها العذابات مرتسمة خاصة على وجه نجوى. يعني الأيام إن شاء الله ربي لا يعيدها، كنا جميعنا كنا نتعذب في صمت. يعني ما كانتش سهلة تلك الأيام، ما كانتش سهلة بالمرة. والحمد لله كم أنا شاكرة ل 2011 العظيمة، هذه اللي غيرت وجه العالم وأعطت روح أخرى لعبد الجبار المدوري ولزوجته نجوى الرزقي ولكل المناضلين في تونس. وتنتهي الرواية كما بدأت، بأفق مفتوح يواصل ويجارب رحلته، وهذه هي التي لا نعرف كيف ستكون نهايته. إن كانت للسجون مساوئ، فإن للسجون حسب ما قرأت وسمعت محاسن أيضا. هناك من يدخل السجن لا يملك ثقافة كبيرة، و لا يملك مثل جابر في هذه الرواية. جابر كان أميا، لا يعرف القراءة، لا يعرف الكتابة، ولا يعرف فك الحرف، فعلمه محمود في السجن.
وثقفه. السلطة المستبدة كيف تتصرف مع الآخر؟ لا يهمها ولا تدري ولا تفكر ولا تقيس إن كان ذا بال أو غير مهم، ما تخمش في هذه. كونه كلما اشتد القمع كلما اشتد الاستبداد إلا وعاد بالوبال على السلطة. وفي الرواية واضح جدا أنه جابر كان يمكن أن يكون مواطنا مثله مثل جميع المواطنين، ولكن السلطة بغبائها جعلت منه بطلا وجعلت منه موضوعا لإثارة مسائل حقوق الإنسان ومسائل أوضاع السجون وغيرها. وهذا ثابت حتى في مرحلة بن علي، أنه كلما حاول التعتيم على واقع حقوق الإنسان باستعمال القمع وباستعمال التضييق إلا وكانت في غالب الأحيان تعود عليه هذه المسألة بما لم يكن يتوقعه. وهذه في موجودة في رواية رقم 1.